هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا اليوم جيت عند شانجان وصورت العصرية، بس ما لحقت أصور المقدمة، فجالس أصور لكم المقدمة الآن. راح أصور لكم تقريبا 3 سيارات نزلت جديدة عندهم. فأول سيارة CS95، هذه السيارة مرة متشوق لها لأنها ما شاء الله فخمة جدا. ما تشوفين السيارة اللي بنصورها اليوم CS95 فئة البلاتينيوم، فيها مواصفات جميلة وجبارة. طيب زي ما انتم شايفين هذه الواجهة الأمامية، عندنا إضاءة LED، شوفوا هذا العالي، عبارة عن عدستين فل LED، وهنا الإشارات أيضا LED. هنا عندك الشبكة العملاق، مطعم بالكروم المطفي مع اسود بيانو بلاك، تطعيمات بيانو بلاك ما شاء الله في السياره في كل مكان. وايضا في كاميرا اماميه من اصل 4 كاميرات محيطيه. بالنسبه للحساسات الاماميه عندنا 4 حساسات، هنا 1، هنا 2، وهنا 3، وهنا 4. وبالنسبه للمحرك 4 سلندر 2.0 تيربو يولد 233 حصان. شوف التفاصيل هنا، جميع التفاصيل هنا، العزم 360 نيوتن متر، الجير اوتوماتيكي ب6 سرعات، دفع رباعي. طيب نجي للجانب، ما شاء الله شكل الجنط جميل جدا، بقياس 19 انش مكحل باللون الاسود، والكفرات من شركة كونتيننتال ما شاء الله تبارك الله. وهنا لوجو تيربو لان السيارة فيها محرك تيربو. الفتحات اللي هنا فتحات زينة، والمراية جاية باللون الاسود مع كاميرا جانبية، وايضا لو تشوف السقف كامل من فوق باللون الاسود مع الحناية باللون الفضي المطفي. كصرفية الوقود السيارة اللتر واحد يمشي 12.2 كيلومتر بتقييم ممتاز. بالنسبة للبنزين أخضر 91. طبعا الفئة هذه فئة البلاتينيوم، وفي فئة أعلى منها فئة الرويال. بالنسبة للفئات الأقل مواصفات تجي دفع أمامي، أما البلاتينيوم والرويال دفع رباعي. ولمسات كروم هنا عندك في الباب، في لمسات كروم هنا على مقابض الأبواب، الدخول الذكي موجود. بالنسبة للشنطة تفتح كهربائيا، شوفوا كذا، طب هذه سعة الشنطة. تمام، الآن صفتنا المراتب الخلفية، فإذا نرفع فطريقة انك انت تفك الصف الثالث سهل جدا، ونفس الوقت هنا المعدات الخاصة بالسبير. طبعا فتحتين وهمية، شوف السبير هنا تحت والشكمان هنا. كان في 4 حساسات خلفية، لمسات كروم باللون المطفي، اغلب التطعيمات الكروم باللون المطفي. طيب بالنسبة للاضاءات الخلفية كلها فل LED زي ما تشايفين، جاي على شكل 3D طبقات كذا، والاشارات ايضا LED، والريوس كمان LED. طبعا الاضاءات جاية متصلة زي ما تشايفين بالطريقة هذه. هنا والله في ناس، ماني قادر اخذ راحتي في التصوير ابدا. إضاءة الفرملة هنا زي ما تشايفين، وفي جناح كبير باللون الأسود. بسم الله نبدأ نشغل لكم السيارة الآن. بسم الله. طيب بسم الله نشغل السيارة. طيب شغلنا السيارة، شوف الطبلون عبارة عن شاشة، ما شاء الله الكواليتي تبع الطبلون صافي جدا،
وهنا الشاشة الوسطية. حلو، أوريكم الكاميرا 360 درجة، لأن المعرض هنا ما شاء الله الزوار فل وفي رغبة كبيرة على السيارة. بس بوريكم حركة، شوفوا هنا تقدر تختار الزوايا. هذه أكثر حركة عجبتني في السيارة هذه، شوفوا كيف تقدر تشوف السيارة من كل الزوايا. يعني إذا الحرمة بتشتري السيارة هذه ما تهمكم حجم السيارة أبدا. طيب هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، السيارة طبعا ما فيها رادار، أنا توقعت إنه فيها رادار في فئة أعلى من هذه بس لسه ما جابوها تجي فيها الرادار. فهنا عندك التحكم بالوسائط، هنا التحكم بالتركات، وأيضا رد ورفض المكالمات، وهنا مثبت السرعة. صوت البوري، هذا صوت البوري. شغل الشاشة. أوكي. طيب. هنا عندك هنا التحكم بالمرايات كهربائيا. شو هو؟ وهنا زي ما شايفين التحكم بالإنارة الأمامية، المساعدة في نزول المنحدرات، مانع الانزلاق، فتح الشنطة كهربائيا طبعا، وهنا تانك البنزين، هنا ترفع إضاءة العدادات. شوف تشغيل الحساسات من هنا عن طريق اللمس. طبعا هنا التحكم، القوائم هنا نفس سيارات الشنجان المعتادة بس الشاشة صارت أكبر، ونفس الوقت صارت مدمج هنا. طبعا في إضاءات محيطية هنا زي ثلاثية الأبعاد. طبعا حتى الطبلون ملبس بالجلد زي ما انتم شايفين، المرايات فيها تحتيم تلقائي، الإضاءات فول LED داخليا. هذا شكل الباب ما شاء الله تبارك الله، مستخدمين جودة عالية هنا من الجلود، حتى يعني الباب فيه ثقل ما شاء الله تبارك الله. شوف هنا التطريزات، الباب جاي مطرز مع الجلود، ملبس بالجلود هنا، وهنا لمسات كروم باللون المطفي. حلو، وهنا جلد، هنا بلاستيك، فأغلب الأجزاء ملبسة بالجلد، وأيضا هنا أسود بيانو بلاك كما شايفين، هنا ايضا باللون الفضي. نعم. بالنسبة للسماعات عددهم 6 سماعات، وهنا فتحة السقف البانورامية. اعتذر اعتذر اذا التغطية مش ولا بد، لان زي ما تقولوا شيء على السريع. هذه داخلية السيارة، المقاعد الامامية كلها بتحكم كهربائي، حتى الطبلون هنا، الأجزاء هذه هنا كلها ملبسة بالجلد. طبعا الجير أوتوماتيكي ب6 سرعات. بالنسبة للمنطقة هنا عندك منفذ 12 فولت وأيضا منفذ USB. هنا التحكم بالتكييف، شكل الفرارات ما شاء الله جميل وفخمة. هنا مستخدمين بيانو بلاك، تصميم مختلف. طبعا السيارة هم يقولوا انه فيس ليفت، لكن انا اشوف تغيير جذري بالكامل. الشاشة هذه تقدر تتحكم فيها بجميع انظمة السيارة، وايضا الطبلون هنا عبارة عن شاشة. هنا التحكم بالمساحات. بالنسبة للدرج، هذا شكل الدرج وفي اضاءة LED، وهنا في لوجو باسم السيارة CS95. طبعا المرايات فيها تحتيم تلقائي، وهذه الشماسة، إضاءة الشماسة باللون الأصفر. طيب نجي للدرج الوسطي. طيب هنا عندك الدرج الوسطي تنفتح بالطريقة هذه بشكل جانبي. هنا عندك شحن الويرلس، هنا منطقة التخزين ما شاء الله منطقة كبيرة، وأيضا في مدخل. شوف في هنا مدخل ذاكرة. ملمس الجلد ناعم والحشوة أحسها مريحة. إن شاء الله بعدين لو جربنا السيارة نقدر نعطيكم الانطباع. أيضا في منطقة تخزين هنا زي ما أنتم شايفين. أكثر شيء لفت انتباه المنطقة هذه، حاطين لها قطعة كذا عشان زي ما تقوله
تقوية العازل. نجي للمنطقة الخلفية، تقريبا نفس الكواليتي، نفس الكلام. هنا تقدر تتحكم بالتكييف بالنسبة للركاب الخلفيين بشكل مستقل تماما، كمناخ، كدفع الهواء إلى آخره. أيضا هنا عندنا منطقة تخزين صغيرة ومنفذ USB. طيب بالنسبة للمساحة الخلفية، طبعا المقعدة هذه مرجعينها مرة للخلف، فما شاء الله في المسافة تقريبا قد 4 أصابع، ومريح يعني الجلسة. طيب هذا شكل الكونسول الأمامي من نظرة الركاب الخلفيين. بالنسبة للمقاعد الخلفية عندك هنا مسند وسطي في كوب هولدرز، ونفس الوقت هنا في منطقة تخزين. كل الأجزاء ملبسة بالجلد. طبعا في عندك 3 تكايات هنا، ونفس الوقت شوف المقعدة هذه تقدر تتحكموا فيها بالطريقة اللي يجيبكم، سواء تقدم المقعدة على قدام أو نفس الظهر تقدر تثنون على ورا. وهنا المنطقة الخلفية، طبعا التكييف الخلفي بالطريقة هذه في السقف جاي مع إضاءات LED. بس أشال البطارية. فعندك هذا الصف الثالث، التكييف للصف الثالث، التكييف للصف الثاني. طيب حصريا لأجل عيونكم جولة سريعة بالسيارة. كم لون فيه ما شاء الله الإضاءات المحيطية؟ CS95. شوفوا كيف الإضاءات المحيطية هنا كاملة، غير كذا هنا مخفية، يعني لما تطفي السيارة تحس هنا كأنها قطعة بيانو بلاك وزي كذا، لكن شوفوا الآن شايفين الطريقة كيف. طبعا هنا شاشة وسطية، والطبلون عبارة عن شاشة ما شاء الله تبارك الله، الطبلون صافي جدا كصفاوة. وهنا الكاميرا، هنا 3D فيو، ايوه شوفوا كيف عن طريق التتش تقدر تشوف جميع زوايا السيارة. يا اخي شيء مجنون ما شاء الله تبارك الله. بسم الله، الان ننطلق الان نشوف نعومة السيارة. طبعا محرك 4 سلندر. طيب اول شغلة انا ملاحظ، خلينا نسمع العزل. اول شغلة انا دحين يعني منصدم منها العزل، ما ابالغ. انا قد شرحت انه هنا، شوف هنا المنطقة هذه كلها معزولة، عادة السيارات هنا تقدر تشوف البدي، هنا شوف معزولة ببلاستيك كامل. فسيارة الجنط قياس 19 انش تمام، وحجم ما شاء الله تبارك الله حجم عائلي، 3 صفوف، عدد 7 ركاب، فما شاء الله حد الان الوضع تمام. شوفوا فتحة السقف البانورامية العملاقة الى اخر صف الثاني، شايفين؟ طبعا الفئة هذه فئة اختبارية. اهم الفروقات هنا بفئة الرويال، انا شايف هنا الجلود نابة، المقاعد. والله يا جماعة الخير، اكثر شيء انا عاجبني الاضاءات المحيطية قوية، ونفس الوقت الوان ما شاء الله. عاد انا لون المفضل البنكي، كذا احس كذا فخامه ما ادري ليش، فشيء من الاخر. ابغاك كذا تمر في طريق مكسر يعني حي زي كذا عشان نشوف في صوت للبانوراما شيء ولا لا. وبعدين حتى شوفوا حركه الرادار، شوف كيف السياره تمشي في نفس الطبلون، بس هنا السياره تمشي كانك داخل لعبة. حتى لما تكون في سيارة يمين وفي سيارة يسار تطلع لك سيارات هنا في الجوانب، يعني لو في سيارة يمين تطلع لك سيارة، لو في سيارة يسار تطلع لك سيارتين، لو في سيارة قدام كده 3 سيارات، فكلها تظهر هنا صراحة. والله الصينيين مشكلة. نشوف ان شاء الله فئة الرويال ان شاء الله لو وفرت تيست درايف ان شاء الله بنجربها لكم. طيب اخذنا مطب الان، هنا مطب مرة كبير، ايوه بسم الله، لا ما شاء الله ناعم السيارة، ونفس الوقت ما لقيت صوت للبانوراما. عاد بعدين مستقبلا تطلع لكم اصوات ولا لا، هذا ما اضمن لكم، لكن الان السيارة ما في اي ملاحظات ما شاء الله تبارك الله ناعمة. انا اكثر شيء لفتت انتباهي نعومتها، سيارة بها الحجم وناعمة ما شاء الله تبارك الله، ابدع الصينيين ابدعوا. وهلا والله. طيب وصلنا كذا نهاية التغطية،
تنبيه مهم جدا، التغطية هذه مرة ما هي مرتبة. حلو، انت تتكلم تغطية حوالينك عالم زوار ما شاء الله تبارك الله، في اقبال مرة كبير على سيارات شانجان، فمرة صعب جدا اني اغطي بكل اراحية. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله قريبا راح اصور لكم بقدر الامكان بالتفصيل الممل كالعادة. في امان الله.